مرحبا. هل يملك الإنسان قناعاته أم أن قناعاته هي التي تفرض نفسها عليه؟ هل يجوز أن يرغم إنسان على التظاهر باعتقاد لا يؤمن به؟ هل يقبل مسلم أن يرغم لا ديني تحول إلى الإسلام على إخفاء معتقده؟ أليست المقابلة بالمثل من أبسط مقومات العدالة؟ نحن مجموعة من اللادينيين نود التعريف بأنفسنا وذكر سبب من أسباب عدم إيماننا بالإسلام وذكر رأينا عن الأديان عموما. نبدأ مع السيد حسن رضوان، عضو لجنة الإدارة في مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا. أنا اسمي حسن رضوان، والدي من مصر وأنا أعيش في إنجلترا وأنا لاديني. أعتقد بأن الأديان كلها خرافات، ولكن كنت متدينا جدا حتى خامرني الشك في القرآن، فتدريجا رأيته في ضوء جديد. هناك دوافع كثيرة جعلتني أرفض الإسلام، ولكن ربما من أهمها جهنم، ففكرة التعذيب الأبدي تناقض العقل والعدالة والرحمة تماما. قيل في القرآن أن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن الاختبار اختبار محدود، فكيف يبرر عذاب غير محدود؟ فإن قلت السبب هو علم الله للغيب كما يدلنا عليه القرآن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قلت فلماذا هذه الحياة إذن؟ ألا هي إلا قمة العبث واللعب؟ لما أقرأ القرآن الآن يبدو لي أن الله يشبه إنسان له رغبات وانفعالات بشرية، وهو يطالب العبادة والاعتراف به والحمد والشكر والطاعة، وهو يغضب على الناس ويخوفهم بعذاب أليم مثل حاكم استبدادي غاشم. في الحقيقة لو قارنت الله مع أفضل وأكرم البشر على مدى تاريخ، فليس الله حتى إنسان جيد. لو أنني تركت الإسلام وأرفض كل الأديان، فلا أدعو إلى التخلي عن الدين. أنا عارف هذا أمر صعب على كثير من الناس، إنما أدعو إلى حرية الضمير وحرية التفكير وحق الإنسان في اختيار ما يؤمن به وما لا يؤمن به دون تهديدات أو عقوبات أو ضغط. كيف صح تهديد الناس بالقتل ليجبرهم على تظاهر بالإيمان؟ هذا غير معقول. وإذا كان هناك إله حقا، فهل تعتقد أنه يرضى بذلك؟ اسمي قاسم الغزالي، مغربي الجنسية كوني الانتماء والهوية. نشأت بين أحضان أسرة مسلمة، حفظت القرآن وأنا لم أتجاوز سنوات عمري الأولى. أجبرت تحت طائرة العصر الغليظ الفقيه على حفظ وتطهير آيات قيل لنا أنها كلام الله. إيماني القوي بالحق الطبيعي والمقدس للإنسان في الحياة ورفض لكل ما تضمنته كتب الدين من دعاوى للعنف واضطهاد للمرأة والهوموفوبيا والجلد والشنق والتفجير والاغتصاب، أضف إلى ذلك حبي الكبير للعلوم والرياضيات، كلها أشياء جعلتني أعتقد أنه من الغباء أن أكون محسوبا على دين أو عقيدة ما. خلال فترة الثانوية تعرفنا إلى مادة اسمها الفلسفة، وكان أستاذ هذه المادة يصر على ضرورة أن نكتسب قواعد التفكير المنطقي السليم وأن لا نقبل بشيء كيفما كان نوعه على أساس أنه حقيقة دون إخضاعه إلى المنهج العلمي الرياضي. لكن وللأسف كنا نقع في حيرة من أمرنا كلما درسنا مادة التربية الإسلامية، فحينما يقال لنا بأن إبراهيم ألقى به قومه في حفرة من نار ولم يحترق
وهذا كان بمثابة تحد لكل مبادئ المنطق التي درسناها، بل كان تحد لكل قوانين الفيزياء والطبيعة. فلماذا لم أطرح علامة استفهام هنا قبل كل شيء؟ اسمي نسرين، كندية من لبنان. أنا لا دينية. الدين في نظري ليس أكثر من تبرير لتفرقة بين الناس. الأحكام التي تعتبر وحيا من عند الله إلى محمد ليست مرضية أخلاقيا بمقاييس يومنا هذا. تحت القوانين الإسلامية تم اضطهاد النساء، وهذه إحدى الأسباب التي جعلتني أعتقد بأن الإسلام من صنع الإنسان. كذلك لا أعتقد بفكرة وجود الإله، حيث أنني أجد تعارضا بين مطلق العدل ومطلق الرحمة، ولا يمكن عقلا الجمع بينهما. بمجرد فهمك لماذا لا تؤمن بالأديان الأخرى ستفهم لماذا لا أستطيع أن أؤمن بدينك. أنا أدعم حريتك في الاعتقاد والعمل بأي دين ما لم يتقاطع ذلك مع حقوق الآخرين. لكن دعوني أسألكم، هل الإسلام يعطي هذا الحق ونفس الحقوق التي يطالب بها الآخرين؟ هل يدعم الإسلام مثلا حرية الاعتقاد بدين أو عدم، حرية التعبير وقبول النقد؟ شخصيا أعتبر من المحال أن أعتقد بدين ظهر قبل أكثر من 1400 سنة بنصوص دينية لم تتغير منذ ذلك الحين مع تقدم العلوم، والأهم من ذلك لم تتوافق مع حقوق الإنسان. مرحبا مرة أخرى، أنا أثير العاني، لا ديني عراقي ساكن في ألمانيا. أعتقد أن كل الأديان من صنع الإنسان، والذي دفعني إلى هذا الاعتقاد هو أننا لو قرأنا الكتب الدينية المقدسة عند أتباعها قراءة نقدية لو وجدناها لا تخرج عن حيز تصورات الإنسان في الزمن الذي ظهرت فيه تلك الكتب وفي البيئة التي نشأت فيها. لنأخذ مثالا من القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل الذين مع محمد نبي الإسلام رحماء بينهم حقا؟ لو كان القرآن كتابا من عند إله عالم بكل شيء لما تضمن نصا يختلف في تفسيره السنة والشيعة حتى يومنا هذا، لأنه يختلف مع الواقع الذي حصل بعد موت نبي الإسلام حيث تحارب الذين معه فيما بينهم. إضافة إلى تعارض القرآن مع الواقع يتناقض مع نفسه. على سبيل المثال يقول القرآن عن نفسه أنه مبين في مواضع عدة، لكنه يعود فيقول مخاطبا نبي الإسلام لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف يحتاج المبين إلى تبيين؟ وفي موضع ثالث يعود فيذكر أن في القرآن متشابهات وينهى عن اتباعها ولا يعلم تأويلها إلا الله. الذي أود إيصاله إلى المسلمين أنكم طالما استمريتم في النظر إلى القرآن على أنه كتاب من عند إله فستستمرون في الاختلاف، وحين تدركون أنه منتج بشري بحت حينها ستتصالحون فيما بينكم ومع غيركم. وشكرا. أنا سامي كاب من فلسطين، أحييكم تحية الحرية، تحية المحبة، تحية الصداقة لأعدائي ولأصدقائي ولكل سكان الأرض. تحيتي لكم بحب وإخلاص، وأقول لكم علمانيون ونفتخر، ولا إله والحياة مادة، والدين مخدر للبشر وسم قاتل للحياة والإنسان ضمن مفهوم الطبيعة والمادة والكون الحقيقي، ضمن علوم الطبيعة، ضمن الفكر المادي المطلق،
نتقدم ونتطور ونبني حياة أفضل. مرحبا، أنا غسان يونس، كاتب وناشط حقوقي من الأردن. السبب وراء كوني لاديني أن هناك في كثير من القناعات والأفكار الفلسفية منذ بدء الحضارات حتى الآن، كل واحد بيدعي معرفة الحقيقة، لكن في الواقع الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة هو عن طريق العلم، ما غير هيك تبقى ادعاءات بدون إثبات. هلأ أنا عن نفسي، أنا لاديني من 19 سنة، هذا معظم حياتي. قبلي طبعا أكيد كان في لادينيين، وقبلهم كان في لادينيين في المجتمعات العربية، حتى فيما يسمى بعصر النهضة الإسلامي أو الإسلامي جولدن إيج، العصر الذهبي الإسلامي، كان من أبرز علماء ورموزه، بعض من أبرز علماء ورموزه ناس لادينيين مثل أبو العلاء المعري وأبو بكر الرازي والخيام وغيرهم. الفكرة إنه كالتالي، إنه منذ بدء الحضارات كان في كتير أديان وأفكار فلسفية، وما زال وما يزال بيستمر، وكل واحد بيعتقد إنه هو الصح ومآمن إنه هو الصح. لو مش آمن هو الصح أصلاً بيأمنش بفكرته. فالموضوع إنه إيش طبيعي إنه يكون المجتمع فيه تعدد أفكار وأديان وفلسفات، لكن هذا مش لازم يخلي يأثر على علاقة الفرد بالمجتمع أو بالدولة. هاي العلاقة لازم تكون مبنية على التساوي بالمواطنة بين الجميع، وبالأخير كل واحد يقدر يدعو لدينه أو فلسفته شو ما كان، زي ما بيحكوا بالحكمة والموعظة الحسنة. وشكراً.